للحديث أكثر عن أزمة العشوائيات في العراق ودور الميليشيات والحكومة في بغداد في صناعة الأزمة والهدف منها، ينضم إلينا الدكتور عبد السلام الطائي، أستاذ علم الاجتماع عبر الهاتف من ستوكهولم. أستاذ عبد السلام، مرحبا بك في حديثنا عن العشوائيات في العراق. يعني يجدر السؤال بداية عن الأسباب الرئيسة لنشأة العشوائيات، تفضل دكتور. نعم، كأكاديميين تنمويين يتراءى لنا أن واحدة من أسباب غزو العراق بالعشوائيات تغيير الطابع الحضري العربي الإسلامي للعراق، وبالتوائم مع عمليات تغيير الغلاف السكاني ديموغرافيا، وهي صفحة من صفحات الاحتلال لتغيير معالم الفن المعماري للعراق العربي الإسلامي لإعادة بنائه بنقوش فارسية. العشوائيات انتشرت بشكل سرطاني بعد الاحتلال، وهي على عدة أنماط كالسكن في المقابر والدكاكين والجراجات. وأيضا من إفرازات الاحتلال هو زيادة عدد المقابر وعدد السجون. أما الأسباب الرئيسية حسب اعتقادنا، عندما يهيمن التخبيط السياسي على التخطيط الحضري تزداد العشوائيات الإسكانية لأغراض سياسية، وعندما تتحول دولة المواطنة إلى دولة المكونات ودولة المستوطنات للمستوطنين الذين تسللوا أثناء الزيارات، الغرض هو زيادة الرصيد الانتخابي للسياسيين، نجم عنه تهجير المواطنين لإسكان المستوطنين، مما أجبر الأصلاء السكنة بالعشوائيات والخيام. ومن ضمن الأسباب أيضا لنمو العشوائيات هو ما نطلق عليه بحزام الفقر والبطالة والبؤس. هنالك إحصائيات تشير أن 27% وفاصلة 5% تشكل هذه النسبة حجم البطالة للفئات العمرية فقط ما بين 15 إلى 24 سنة، ولو أضفنا لها فئات أعمار ما بعد 24 سترتفع نسبة البطالة إلى أكثر من 35%. نعم. طيب دكتور، بالإضافة إلى ما ذكرتم عن الظواهر المجتمعية الجانبية التي تنمو مع نمو ظاهرة العشوائيات في المجتمع، منها الفقر، البطالة، البؤس، والكثير طبعا من المظاهر التي ربما يعني ترافق هذه العشوائيات، يعني نتحدث عن مصلحة الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 في ظهور مثل هذه الأمراض في المجتمع العراقي، كما هو معلوم أنه ليس هناك أي مشاريع تنموية في العراق، يعني مطالبات شعبية متزايدة ومستمرة بفرص العمل وبسوء الأوضاع المعيشية. من وجهة نظرك، يعني ما مصلحة الحكومة من انتشار وبقاء العشوائيات، ويعني أيضا ازدياد منحنى وازدياد معدلات الفقر والبطالة والبؤس؟ نعم، هنالك ترابط وتشابك عميق بين المناطق العشوائية كثغرة أمنية وما بين الإرهاب، لأن العشوائيات هي أوكار لتفريخ المجرمين. أدت إلى ارتفاع حالات القتل والاغتصاب والتسول وانتشار السعي والشعوذة خاصة في المقابر والاتجار بالبشر الأحياء والموتى والدعارة. عام 1976 الأمم المتحدة اعتبرت العراق بلد بلا حشيش، وكانت الطائرة العراقية للخطوط الجوية لا تدخل إلى الصالة الحمراء لتفتيشها لنظافتها. الآن المخدرات تأتي للعراق من مصر أو دول المثلث الذهبي للمخدرات، هي إيران وأفغانستان ولبنان. بخصوص مصلحة الحكومات وظهور بعض الأمراض في المجتمع، عندما يوكل الأمر لغير أهله يتقدم الولاء الخارجي من منظورنا على الانتماء الوطني، فيستقوي المستوطنين بأسيادهم والعمل لصالح أسيادهم لا لصالح الوطن، حتى وإن تطلب الأمر هدم المدن الحضري على ساكنها مثل ما حصل بالموصل والأنبار وديالة وصلاح الدين وجلف الصخر
وغيرها وحزان بغداد ولتحل محلها أو لتصبح تلك المدن الحضرية إلى مناطق عشوائية. وعندما يوكل أيضا الأمر إلى غير أهله تغزو الأهوار الأنهار وتغزو القرية المدن الحضرية ويحل مربو الجاموس محل رعاة الإبل حتى بات اليوم مشهد سير الجاموس الأسود أكثر من مشهد سير الإبل سفينة الصحراء في مدن العراق. والسبب هو أن الأمر موكل إلى غير أهله نجم عنه ازدياد الفساد بالبلاد والعباد والقيام بترويج المخدرات والتفكك الأسري وزيادة الأمية وغيرها من الأمراض. هناك أيضا دكتور تحرك برلماني لإنهاء ملف العشوائيات أو الحد من انتشارها، إلى أي مدى ترى يعني أن هناك قدرة فعلية على تطبيق ذلك على أرض الواقع وفقا لهذه التصريحات؟ بوجب كأكاديمية تنمويين نتحدث حسب التقارير والإحصائيات بما فيها الإحصائيات الحكومية العراقية طبعا لوزارات المالية والتخطيط والهجرة والمهجرين لعام 2020. عدد سكان العشوائيات في العراق يبلغ 521,947 نسمة. عدد التجمعات العشوائية زاد عن 4,000. هنالك 2.5 مليون وحدة سكنية العراق بحاجة إليها. العجز السكني في العراق بلغ 50% ويتركز في مدن بغداد ونينوى، وبغداد طبعا تحتل المرتبة الأولى تليها نينوى ثم البصرة الثالثة كما ورد في تقريركم الكريم. فالتحرك البرلماني هذا لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع، بل هو مجرد دعاية انتخابية مبكرة وضرب من الخيال السياسي. شكرا جزيلا لكم دكتور عبد السلام الطائي أستاذ علم الاجتماع، كنت معنا عبر الهاتف من ستوكهولم.